اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في موعدنا الاخباري الجديد على قناتكم شوف تي في، واللي غادي نطرقوا من خلاله لابرز خبر لهذا اليوم. فجأة حقيقية وقعت على مستوى زنقة فرحات حشاد بالبيضاء بعد ما انهار سقف منزله على أسرة وهما غارقين في النوم، مما خلف مصرع رب الأسرة وإصابة ابنه بجروح. شوف تي في حلت بمكان الحادث الخطير دقائق فقط بعد وقوعه، مشو نشوفوا. شوف يونس، يونس واه تيجي باش كذا باش دير باش سمعت شي حاجه، نزلت بحال شي رعده، خرجت كنطل، لقيت هاد البيت هود، ها هو جن بينيت، في السطح، الناس ما داك الشيء، بقيت كنغوت على الناس، وجاو طلعوا الناس كان كلهم عاونونا، رجال المطافي، جاو الناس ديال رجال المطافي الله كثر خيرهم، فهمتيني؟ جاو قاموا بالعمل ديالهم، لقاو داك السيد راه توفى، جبدوه من التحت. السبب الرئيسي هو هاد الثقل اللي كيدير هنايا هاد السيد هذا، ديما ثقل الفوق على السطح، والسطح ما كيمشيش فيه الماء. عنده هو مثقل فين ما كانت لافيرا اللي بيبان كلشي كيحطوا الفوق، ومع هاد الشتا هادي شربات. وهي كاميرا قناة شوف تي في رصدت لحظات انتشال جثة الهالك البالغ من العمر قيد حياته حوالي 94 سنة، مشو نتابعوا. Thank you.
شنو شنو ابن الهالك كشف عن تفاصيل مثيرة ومؤلمة حول دقائق الرعب اللي عاشها واللحظات اللي مات فيها الأب ديالو. مشو نتابعو. كبيخة أنا في حالك كبيخة راه خليوني في حالك. واخا واش يا رشيد أجا وليدي أجا الله يرجع لوليدي. أود العزيز أش نقول لك، كنت أنا ناعس، الخوادري حدايا، الوالد تا هو كان حدايا لهيه ناعس. وما مفهمتش انا يمتتلح داك الشيء والجيران هما اللي عتقوني، راه كنت انا موت، انا راه طلعت عليا بلافو من الفوق الشاح موده، بلافو من الفوق طلعت كامل عليا وتقطع علي الاكسجين واحد شويه فحال غيب شتيني كنغوش، كنت غنموت اصاحبي، كنت غنموت والله الا شفت الموت بعين بين عيني. والحمد لله والوالد الله يرحمه ويوسع عليه هذا النار. أسباب هذه الفاجعة كيف ما كشفت بعض المعطيات كتشير إلى أن تواجد كمية كبيرة من المواد رملية فوق سقف المنزل كانت وراء هذا الانهيار. بهذا كنوصلوا مشاهدينا لنهاية خبر اليوم، إلى اللقاء ودمتم في رعاية الله.